مشوار طويل قوي لقانون العمل الجديد. يمكن المشوار ده يعني خلى الناس في حالة من حالات الانتظار وأمل يتصاعد، وخصوصا عند العاملين أكتر من 30 مليون زي ما قلنا بكتير جدا. صحيح. ماذا تم حتى الآن في هذا المشروع؟ أي مرحلة وصلنا لها؟ أنا أولا بشكر حضرتك على الاستضافة. تشرفت. وهو فعلا إحنا دلوقتي إيه اللجنة، لجنة اللي هي مختصة اللي هي لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول إلينا القانون من الأمانة من السيد رئيس مجلس الشيوخ للدراسة والبحث مع الجهات المعنية. الكلام ده من 4 شهور، يعني شهرين في الدورة القديمة ودلوقتي في الدورة الجديدة. احنا الحقيقة خدنا الموضوع بطريقة يعني فيها شوية فكر، مش مجرد بقى ايه يعني احنا معانا في اللجنة وحضر معانا كمان من لجان تانية، يعني ما خدناش الموضوع لانه يعني ايه موضوع قانوني هو جاي من الحكومة، طبعا مبادرة حكومية ان المادة كذا في القانون القديم هتبقى المادة كذا في القانون الجديد والمادة كذا بقت المادة كذا وكذا. لا يعني احنا ايه بعدنا عن الإجراءات الروتينية العادية. سألنا الأول الحكومة يعني سألنا سؤال، يا جماعة انتوا انتوا هدفكم ايه من القانون الجديد؟ من القانون الجديد يعني ايه احنا بنسعى الى ايه؟ القانون ده هيبقى قانون ان شاء الله يقعد مثلا سنوات. طيب وبعدين مصر ما هيش نفس مصر القديمة يعني. يعني علاقات كثيرة اتطورت، تكنولوجيا نفسها اتطورت، علاقات العامل بصاحب العمل ما عادتش زي زمان، يعني ما عادش اللي هو العامل اللي هو يعني في الافلام العربي القديمة الابيض والاسود يعني، لا العامل دلوقتي بقى عامل مثقف وعامل عامل مختلف منفتح على العالم يعني. ونوعية الاعمال كمان اللي بقت موجودة بقت والاعمال اللي موجودة تنوعت، ما فيش بقى كان العامل يا نسيج يا انما دلوقتي الاعمال الخدمية حتى يعني شوف حضرتك لما تروح اي مول لما تشوف كميه العماله اللي فيه اللي بتقدم في خدمات مختلفه قد 5 مصانع. طب ايه اللي عملتوه مختلف سياده النائب؟ عملنا بقى ايه مختلف؟ فقلنا هو احنا عايزين الاول نعمل ايه؟ عايزين الاول نشيل فكره ان ايه ان احنا بنبحث عن وظيفه لمواطن. احنا عايزين نبحث عن مواطن لوظيفه، مواطن مناسب لوظيفه ما تفرق كتير جدا. والا هنرجع بقى تاني ايه تعيين الخريجين، لا احنا عايزين كده، احنا عايزين الوظائف تبقى موجوده عرض وطلب، وظائف كتيره وكل خريج او كل واحد بيبحث عن عمل يلاقي نفسه في عمل يناسبه ويتوافق مع مؤهلاته بالظبط كده، ولاقي صاحب العمل بقى ايه بيدور عليه مش العكس. وده حققتوه ازاي من خلال النقاش مثلا؟ أيوة. ده بقى اللي هو كان الحاجة اللي هي الحقيقة أنا يعني بعتبر هي نقطة احنا واكبنا التغير اللي بيحصل. تمام. وعينينا على القائد بنعمل ايه؟ فقلنا ايه؟ قلنا اولا احنا عايزين نعمل قانون يعني قانون يعمل صاحب عمل. يعني احنا ايه عندنا بطالة، فنركز الاول على ان احنا يبقى بدل اصحاب الاعمال عندنا بدل ما يبقوا 10 يبقوا 100. فاحنا عايزين القانون يبقى بيخدم العامل او بيخدم المواطن او بيخدم باحث العمل انه يتحول إنه لصاحب عمل، صاحب عمل عايزه. عظيم. حطينا دي بقى. طب ايه بقى بالنسبه للعامل؟ قلنا والله العلاقه بين العامل وصاحب العمل دي علاقه يعني مش هنألفها لسه، دي من يوم ما ربنا خلق البشرية يعني من ساعة ما بني آدم استخدم بني آدم. هي حقوق وواجبات في الآخر. انت انا عايزك ليه بديك اجرك ليه اجري ليه عشان تعمل كذا وكذا وكذا. لو ما عملتش يبقى انا هديك اجرك ليه يعني. طب بالنسبة بقى القانون العمل في مصر القديم خدنا بقى بند نقطة نقطة عشان تطلعوا اوجه القصور اللي كانت فيه وتتفادوها. طبعا يعني هو العامل ما احنا معانا بقى اتحاد النقابات وكده دول شاركوا في الحوار في اللجنه، شاركوا في كل الحوارات. طب ايه يا جماعه انتوا لا ده الموضوع ده كذا 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 والعامل وكذا. طيب ندرس حضراتكم عايزين ايه؟ عايزين كذا. طيب في المقابل بقى ايه اللي هيحصل؟
لصاحب العمل. ما احنا مش عايزين نطفي صاحب العمل. جبنا مين بقى ممثل عن صاحب العمل عشان يحضر النقاش؟ اتحاد الصناعات عظيم آخرون يعني. بجانب طبعا النواب، ما هو النواب فيهم اصحاب اعمال يعني. صحيح، يعني هم النواب هم عمال واصحاب اعمال يعني. فالحقيقه كان حوار ثري جدا، والحمد لله استطعنا بجهد برضه مش سهل يعني ان احنا في الاخر لما انتهينا من دراسه القانون ونزلنا بقى التقرير بتاعنا او عدينا التقرير بتاعنا وراجعناه في حضور معالي الوزير الدكتور محمد سعفان، ايه رايكم يا جماعه؟ كله قال تمام، توافقت.